بسم الله الرحمن الرحيم. يبالغ السرور أجدد الترحيب باسمي ونيابة عن حكومة وشعب العراق برئيسة وزراء مملكة النرويج الصديقة السيدة إيرنا سولبرغ والوفد المرافق لها. أهلا وسهلا إلى العراق. You are mostly welcome to Iraq. هذه الزيارة لها أهمية خاصة وتعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين والشعبين. في هذه الزيارة مهمة المثمرة، وقعنا على اتفاقية مبادئ النفط مقابل التنمية على طريق تبادل المصالح والاستفادة من قدرات وإمكانيات البلدين من أجل تحقيق البناء والتقدم والازدهار لشعبينا. بحثنا آفاق التعاون الواسعة بين بلدينا في جلسة مهمة الإرهاب وأهمية محاربته سوية حول الأوضاع الإقليمية اليوم التي تجري في المنطقة وما يجب أن نعمله سوية في هذا المجال. وكانت هناك آراء مهمة وسنعمل عليها سوية. كذلك بحثنا الاستفادة من الخبرات النرويجية في مجالات عديدة، في المجالات الثقافية والاجتماعية وفي محاربة الفساد. النرويج أيضاً بلد نفطي كالعراق ومر بتجارب في هذا المجال ويفهم الآثار التي تتركه الريوع النفطية على بناءات المجتمع والثقافة السائدة. وهناك تجربة غنية جداً في النرويج فيما يخص صناديق الأجيال القادمة، وهي من أنجح التجارب في العالم، والعراق ممكن أن يستفاد ويتعلم في هذا المجال. وكذلك في المساعدة في إعمار العراق، العراق الذي مر بحروب عديدة إقليمية كبيرة وبحصار وعقوبات شديدة دمرت بناه التحتية وعطلت الكثير من إمكانية تقديم الخدمات لشعبه. فبالتالي هناك مجال واسع للتعاون مع النرويج، ونحن نعرف الكفاءة العالية للشركات النرويجية وللخبراء النرويجيين، وأيضاً في مجال المصالحات الاجتماعية كان للنرويج دور كبير في مبادرات حكومية وغير حكومية في هذا الإطار، بما في ذلك في تطوير وضع المرأة وفي تطوير وضع النشأ الجديد والطفولة. وطلبنا من النرويج أن تقوم، وهي دورة مهمة في الإطار الأوروبي، أن أيضاً تطلع أصدقائنا الأوروبيين على أهمية الدور الذي يلعبه العراق، وأن الاستقرار والأمن في العراق هو محور مهم للاستقرار والأمن في المنطقة وفي العالم. العراق حارب داعش والإرهاب نيابة عن العالم وخسر مئات الآلاف من مواطنيه، وهذا كله حقق سلماً أفضل على الصعيد العالمي وحقق سلماً أكثر على الصعيد الإقليمي وخفف كثيراً من انتقال الجماعات ومن هذه المنطقة إلى بلدان أخرى، بما يشيع الاستقرار والهدوء في بقية البلدان. وبالتالي العراق بحاجة إلى هذا الدعم وبحاجة إلى هذا التفهم، وأن يدعم العراق في قضاياه الأساسية، لأن بعض الدول حقيقة تبحث عن أمور
ذاتية المصلحة، بينما الهدف والمطلوب هو أن نتعاون جميعاً في علاقات استراتيجية تحقق الأهداف الاستراتيجية التي نعمل عليها جميعاً، وهي محاربة الإرهاب وسيادة واستقلال الدول والاحترام المتبادل والتعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعوب. شكراً جزيلاً على هذه الزيارة، ونقدرها تماماً في هذه الظروف. شكراً. Good morning, and I would like to thank His Excellency Prime أود أن أشكر سيادة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لكرم الضيافة والترحيب الحار في بغداد. إن النرويج ستبقى ملتزمة بشراكتها مع العراق، وقد ناقشنا هذا الصباح في اجتماعنا وضع الحرب ضد داعش وكيف سنستمر في هذا الحوار من أجل إيجاد حل للصراعات في سوريا والمنطقة أجمع، مما سينعكس ليس فقط على الدول الجوار وإنما على أوروبا. خلال اجتماعنا كما أوضحت ناقشنا موضوع الحرب ضد داعش. ستستمر النرويج في تدريب القوات العراقية ضمن التحالف الدولي، وباعتبارها مانح رئيسي ستدعم جهود الحكومة العراقية في إعادة بناء وإعادة استقرار البلد. وأود أيضا أن أشيد بدعم الحكومة العراقية في صندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي سيساعد في معالجة الكثير من المشاكل، وأيضا الحفاظ على النصر الذي تحقق ضد داعش، لأن الاستقرار طويل الأمد لا يمكن تحقيقه ما لم تتم معالجة أسباب الصراع. ضمن دعمنا للعراق تضع النرويج تركيز على الأقليات وأيضا الحد من العنف والحكم الرشيد وأيضا حرية التعبير. هذه أساسيات نعتقد بأنها مهمة في المجتمع. كذلك خلال نقاشي مع سيادة رئيس الوزراء أيضا ركزت على أهمية الحفاظ على التظاهرات السلمية وكذلك حق المتظاهرين ضمن المجتمع الديمقراطي، ونرحب بتأسيس لجنة تحقيقية التي ستنظر بأسباب العنف في هذه المظاهرات. كذلك وقعنا اتفاقية بشأن النفط مقابل التنمية، وهي مهمة لأننا كما يعني تعلمنا من تجربتنا في إنتاج النفط ثمة دروس كثيرة يمكن نقلها في هذا المجال لتطوير مجتمعنا. آمل أن مثل هذا البرنامج أيضا سيسهم في برنامج الإصلاح العراقي الذي يركز على الشفافية ومحاربة الفساد. كذلك آمل أن أرى نشاطات اقتصادية قادمة بين البلدين، وأؤكد على أن محاربة الفساد هي الأهم لتحقيق مثل هذه الأهداف وخلق فرص العمل أيضا فضلا عن خلق أجواء ملائمة للاستثمار. شكرا لكل العمل الذي قدمتموه، وأتفهم أن يصبح يعني القادة السياسيين طبعا في العراق الآن لديهم تحديات كثيرة. شكرا. Thank you very much. شكرا. Thank you.